الحاصل أن الحياة السعيدة ليست بكثرة الأموال ووفرة الرزق والمظاهر البراقة، ليست بالملذات والشهوات، وإنما السعادة والحياة السعيدة بتقوى الله والعمل الصالح وفعل الخير واستغلال الحياة الدنيا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الموعد قريب والأجل سينتهي، وعليك أن تتذكر هذا فلا تغرك الحياة الدنيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الحياة الدنيا عرفناها، لكن الغرور ما هو؟ الشيطان لعنه الله غرور، كثير الغرر لبني آدم يخدعهم ويشغلهم عن طاعة الله عز وجل. فلا تغتر بوساوس الشيطان وتخذيل الشيطان وإرجافه، وليس المراد شيطان الجن فقط، هناك شياطين الإنس أيضا الذي وهم دعاة السوء ودعاة الضلال، فلا تلتفت إليهم. الشيطان وجنوده، احذر الشيطان وجنوده من الجن والإنس، وكن مع الملائكة ومع الرسل ومع المؤمنين. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.